مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. أهلا بكم سيد عبد القادر. بداية، إلى ما ترجع سبب عودة المكاتب الاقتصادية للميليشيات بعد تقلص عملها في الفترة الماضية؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المؤكد تماما التواطؤ الحكومي مع الميليشيات، وبالتالي عملية تسويف القرار الداعي إلى دمج هذه الميليشيات تحت قيادة واحدة وتشكيل لهم جيش عقائدي معلوم تماما. هذا كله حقيقة دفعهم بالاتجاه في المضي إلى إعادة ترتيب أوراقهم وفتح المكاتب الاقتصادية التي تجر له أموالا كبيرة. ومن هنا حقيقة نسجل أيضا ائتلاف بعض المخشوعين من الأطراف السياسية على هذه المحافظات الموصل والأنباط مع هذه الميليشيات والمشاركة التجارية معهم في قضية الأموال وقضية المقاولات داخل المحافظات التي تأتي بأموال مانحة من دول لإعادة بعض إعمار البنايات داخل الموصل وغيرها. كلها حقيقة تشجع وجعل من هذه الميليشيات تزداد أكثر. قبل حقيقة تقلص الميليشيات كانت بعض الميليشيات لديها 5 أو 6 مكاتب اقتصادية، اليوم تحولت إلى أكثر من 20 مكتب اقتصادي لكل ميليشيا. حتى بائع المتجولين ينبغي أن يدفعوا أموالا لدخول هذا الشارع لأجل بيع بضاعتهم للمكاتب الاقتصادية. سيد عبد القادر، هناك من يرى أن ضعف الحكومة في بغداد هو ما جعل هذه المكاتب تعود للعمل، أم أن برأيك التواطؤ الحكومية مع هذه المكاتب والاستفادة منها هو ما جعلها تعود للواجهة؟ أولا، لا يوجد ضعف في الحكومة، الحكومة متواطئة بالكامل، والحكومة حقيقة تدعم أن تكون لهذه الميليشيات قوة مالية تستحوذ عليها. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك أزمة اقتصادية مالية موجودة وهناك مراقبة على سير عمل البنك المركزي من قبل الولايات المتحدة، وهناك ترقيق بعض الخناق على تحويل العملة الصعبة من الدولار واليورو إلى داخل إيران، وبالتالي ينبغي الذهاب إلى طرق جديدة لاستحصال الأموال. وهذه الطرق يعني حقيقة تشير الإحصائيات الأولية إلى أنه أكثر من 11 مليار دولار سنوي وارد المكاتب الاقتصادية عبر عملها الغير شرعي في هذه المحافظات ومحافظة بغداد. لذلك حقيقة الاعتماد على أموال جديدة غير مراقبة هو الذي جعل من هذه الميليشيات تتوسع، لأن هناك مصلحة إيرانية ومصلحة أيضا للتجار هذه الميليشيات المسؤولين عنها الذين ازدادوا ثراء فاحشا على حساب العراقيين، لانهم حقيقه ياخذون الاموال عنوه وظلما، وبالتالي هم يتوسعون في هذه المكاتب الاقتصاديه الى ان وصل الحال الى المشاركه في حقيقه المخدرات والسجائر وكذلك المنافذ الغير رسميه الحدوديه الان الذي تفتح في العراق من ضمن المحافظات التي تنتج فيها المكاتب الاقتصاديه وعلى راسها محافظه نينوى. في ظل كل هذه الأضرار والمخاطر المتسبب فيها أو المتسببة في هذه المكاتب، هل تتوقع أن تغلق الحكومة في بغداد هذه المكاتب تحت ضغط الشارع؟ الشارع لا زال حقيقة منشغل بملف الخدمات، منشغل بالوضع الانهيار الأمني، بأعداد المعتقلين المختطفين، وبالتالي المتضرر من هذه المكاتب هم مواطنو هذه المحافظات الذي أصلا هم متضررون. ولذلك حقيقة الحكومة تسعى باتجاه زيادة هذه المكاتب ولن يبدأ عملية غلقها. لن تكون هناك عملية غلق للمكاتب الاقتصادية إذا لم يكن هناك ضغط دولي وتحديدا ضغط أمريكي على هذه الحكومة، وإلا الحكومة حقيقة تريد، لأن مشروعها هو مشروع تهجير وتغيير ديموغرافي لهذه المحافظات، فأي عمل يزداد ضغط على أبناء هذه المحافظات أو على الشعب العراقي عموما حقيقة لن تأبه لهم، لأنه ليس لها هي مصلحة في تخفيف الوضع عن الشعب العراقي، بل هي جزء من عملية الضغط. لذلك إذا ما كان هناك ضغط دولي، لأن هذه الأموال الكبيرة بدأت تتحول إلى إيران كعملة صعبة، ربما الضغط الدولي سيجعل من الحكومة يحدد هذه الحركة، لا يغلقها، لأن الحكومة غير جهة نزيهة يمكن الاعتماد عليها ويمكن أن تغلق
هذه المقرات لمصلحتها السياسيه هي انفسها، لانهم حقيقه الكل يعملون باطار ان تكون هناك اقتصاد ومال وفير يتحول الى ايران، وبالتالي يعملون باخلاص على كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الامريكيه المفروضه على ايران بطرق شتى، لذلك هم يذهبون بالاتجاه غلق المقرات من خلال الضغط الشعبي. من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا لك.